في هدوء. أعتقد معانا الفنان الكبير أستاذ نبيل حلفاوي. أستاذ نبيل أهلا بحضرتك معانا والبقاء لله. معلش أنا آسف يا أستاذ نبيل، لأن أنا طلبت منك إنك تتكلم وطلبت من يحيى وطلبت من صلاح، لأنه يجب يعني عليكم أن تتحدثوا في رحيل كاتب كبير وصديق عزيز ليكم، لأنه لابد أن يعني لابد أن تكون هناك كلمة. معلش يعني الأمر لله، لابد أن تكون هناك كلمة، والكلمة يجب أن تكون من المقربين من الأستاذ أسامة. فأنا آسف، أنا عارف أن أنت مش قادر تتكلم، لكن معلش يعني برضو ده كان بالنسبة للأستاذ صلاح وبالنسبة للدكتور يحيى، لكن اتكلموا دلوقتي. فأنت كنت قريب جدا من الأستاذ أسامة عن العكاشة، وأنا أعرف مدى العلاقة اللي بتربطك بالأستاذ أسامة، ف يعني كلمنا كما تشاء. محمود هو لا المسألة بس إنه إيه يعني غير الإحساس بالتعب نتيجة الصدمة، هو بيبقى الخوف من إن الكلمات تبقى قاصرة وهي بالتأكيد قاصرة، يعني أنت مش هتقدر تجمل علاقة سنوات طويلة وعلاقة بهذا العمق وهذا التأثير في حياتك وكل بقى ذكرياتها وكل تفاصيلها، مهما اتكلمت هتحس ان الكلام بيقللها. وهو علشان كده لما يكون واحد قريب قوي بيبقى صعب عليه يتكلم يعني. انما انا زي ما قلت يعني من شوية برضه كان برنامج العاشرة مساء كلمت مع الأستاذة منى الشاذلي زميلتنا انه لا لازم نتكلم، لاني خايف لو اسامه يزعل لو ما اتكلمناش. انت عارف زعل اسامه صعب قوي. بس كان جميل يا نبيل. كان جميل زعله، كان صعب وجميل. وانت قصيت من زعل. معلش كنا بنختلف كثيرا، بس انت عارف الحب كان بيذيب كل شيء يعني. فكنا نخاف نزعله، لان اسامه كان انسان عايش على اطراف اعصابه. صحيح. يعني ما هواش كان يزعل قوي. حتى في الحاجات يعني لما نقعد نلعب طاوله مثلا. كان يزعل. يزعل ويقلب الطاوله ويزعل واضحك يزعل اكتر. فابتدي بقى اخش معاه بقى في خناقه سبناها من زمان، اقول له يا احنا كبرنا قوي على ان احنا نتخانق على الطاوله. فهو كان واخد كل حاجه جد، واخد كل حاجه على اعصابه. كان شخص صدامي في الحياه، ما هوش يعني ما بياخدش حاجه ايزي يعني يكتب بجد، يهزر كل حاجه كان بيعملها بدمه. كل حاجه بيعملها بجد. فهو انت قلت لما واحنا رايحين المدافن وكررتها تاني في البرنامج، لما انت قلت انه يعني كان ظهر وسند. والله يا نبيل، وانا قلت لك يعني في كلمه انه كان مرجع، في مرجع في حياتك. مرجع ترجع له في مواقف انت مش عارف تعمل فيها ايه وتتسند على رايه، مرجع تعمل حسابه لما تعمل حاجه لحسن ما ترضيهوش، لما ما بتعرفش توري له وشك. لا قد ايه يا نبيل كان هذا الوحش الكاسر يبقى وديع جدا لما تقعد تحكي له مشكله ويقعد يسمعك ويبقى متعاطف جدا بكل حواسه ويهتم، ويبقى عليه تاني يوم يتكلم في التليفون عملت ايه وسويت ايه. وهو مش مجرد صديق بيحبك ومخلص ليك، ودي مساله يعني قيمتها كبيره قوي. لا وصديق مثقف وموسوعي وبيفهم في الحياه وعنده خبره. موسوعي الابداع بتاع اسامه ده ما هواش نتيجه موهبه بس، موهبة زائد ثقافة زائد انه اتعجن في الشارع المصري. يعني انا وانا بقرا اعماله بندهش من التعبيرات اللي بيستخرجها من قلب الحارة المصرية ومن قلب الشارع المصري، ويمكن عدت علينا لكن هو عنده قدرة كبيرة على اختزامها وعلى وضعها في المكان المناسب. اقول لك حاجة، انا لما كان بيجي شغله اسامه علشان اقراه، بقرا كممثل اشوف عشان اشوف دوري وعشان اشوف العمل وعلشان اشوف اعرف اعمله ولا لا، مش عشان احكم على شغل اسامه، لا دي مساله انتهت من زمان.
الراجل حول الدراما التلفزيونيه بعد ما كانت درجه ثانيه يعني بقت زيها زي الادب المكتوب. صحيح. زي الروايه المكتوبه. صحيح. فكنت بقرا علشان اشوف الدور ده هعرف اكون عند حسن ظنه فيه ولا لا، وعند حسن ظن المخرج ولا لا. بعد حلقه او مجرد ما اخش في المسلسل بنسى الحكايه دي، بلتهم العمل. والله يا محمود انا اكلمك صادقا، انا بلتهم العمل كاني بقرا روايه من الروايات العظيمه الجميله لنجيب محفوظ، بقرا يعني بقرا عمل خلاص نسيت صفتي كممثل، بقرا عمل بستمتع بيه، بقرا المسلسل. اذا كان المسلسل 30 حلقه بياخد مني اسبوع في قرايته، انا شغل اسامه ده ما كنتش بقدر انام لغايه ما اخلصه. بقرا المسلسل في يومين بالكتير. صحيح. لاني دخلت في متعه من نوع تاني بقى، مش في شغل. ده اللي احنا بنطالب بيه يا استاذ نبيل. يعني في الحقيقه انا بقول يعني بتهيألي اكتر تكريم يتعمل لكاتبنا الكبير انه دور النشر، يعني دور النشر تطبع اعماله عشان تبقى الكتبنا الموجوده. هقول لك حاجه بقى، يعني يمكن يبقى صعب كتابه طبع المسلسل 31 حلقه، لا انا هطلب حاجه احسن وهترضي اسامه اكتر. أسامة رغم انه الفارس الاول وعمل العمل وحول الدراما التلفزيونيه زي ما قلنا الى ادب مرئي، صحيح، لكن كان حلمه دايما الروايه، انه كتب روايات هو أسامة، كتب روايات جميله جدا، كتب مجموعات قصص قصيره، هو كان يغيب ويرجع يكتب روايه، ده حلمه من قبل ما يبدا العمل التلفزيوني واثناء ما هو الى ان وصل الى هذه القمه الشامخه في العمل التلفزيوني. لم يفارقه حلمه. انا بطلب ان تطبع الاعمال الكامله، خلينا من المسلسلات مسجله وبتتعرض والناس بتشوفها وبتصل الى ملايين واعداد اكبر بكتير جدا مما لو اتطبعت في كتب، لكن انا بتكلم على رواياته الطويله ومجموعاته القصصيه والكتب اللي كتبها. تتبع مجموعه الاعمال الكامله ليه باستثناء المسلسلات. ده هيبقى يعني تحقيق لحلمه وتخليل. نبيل انت بتقول فكره جميله جدا، واعتقد ان اكثر من ناشر ممكن يتحمس لهذه المساله. والناس كلها بتحب اسامه واعمال قيمه جدا. طبعا اعمال قيمه جدا. بس هو يعني سيطرته في مجال الدراما خدت الاضواء من هذه الاعمال. صحيح. يعني وبعدها نشر مسلسلا في الجرائد قبل ما ينزل في كتاب. صحيح. فيا ريت تتعمل مجموعه الاعمال، ودي مساله بقى ايه مقدور عليها، تتعمل مجموعه الاعمال الكامله ليه باستثناء المسلسلات اللي هي الروايات والقصص القصيره والكتب اللي كتبها. انا عندي سؤال، هيسعده جدا يا اخي. صحيح. انا لازم نحاول نعمله ان شاء الله، واعتقد انه هيلاقي له ناشرين من غير ما نبحث، يعني هم اكيد هيعملوا الحكايه دي. استاذ نبيل انا كنت عايز اسالك عن